أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله على أهمية دور مجموعة العشرين في تطوير الهيكل المالي العالمي ورفع قدرات مؤسسات التمويل الدولية لمواكبة الاحتياجات التمويلية المتزايدة. جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 23 و24 من أكتوبر الجاري، ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين التي تنعقد خلال الفترة من 21 وحتى 26 من أكتوبر 2024 بالعاصمة الأمريكية واشنطن. تناولت الاجتماعات العديد من القضايا الهامة على المستوى الدولي مثل الاقتصاد العالمي في ضوء المخاطر والتطورات الجيوسياسية وتعزيز النمو المستدام وتطوير المؤسسات التنموية متعددة الأطراف. أجرى وزير المالية أحمد كوجك جولة جديدة من حواره الممتد مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين واشنطن. أكد الوزير أن الأولوية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري في إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية ومحفزة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. وأكد كوجك أن نتائج الأداء المالي خلال الربع الأول جيدة جدا وتعكس بداية مرحلة من الاستقرار وسط توقعات بتحسن معدلات النمو خلال الفترة المقبلة. وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمن مذكرة التفاهم الخاصة بتجديد البرنامج القطري للمنظمة في مصر لينتهي في عام 2025 بدلا من 2024. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية مجموعة البنك الدولي بواشنطن، كما يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز الشراكة القائمة ودعم جهود التنمية والإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الحكومة، كما يؤكد تجديد البرنامج على التزام الطرفين بتحقيق أهدافه. شاركت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي رانيا المشاط في فعاليات رفيعة المستوى ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي لعام 2024 في العاصمة الأمريكية واشنطن حول أجندة قارة إفريقيا وأولوياتها للإصلاح الهيكلي المالي العالمي، وكذلك اجتماع المجموعة الإفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي والتوسع في أسواق الكربون الإفريقي. وأكدت رانيا المشاط على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعالة نحو هيكلة النظام المالي العالمي بما يجعل تمويل التنمية أكثر عدالة وإنصافا، مضيفة أن القارة الإفريقية تتمتع بفرصة فريدة لتسريع تحولها إلى سوق واحدة. أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ المزيد من الإصلاحات السياسية المالية والنقدية والإجرائية والتجارية التي من شأنها التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مسؤولي بنك بي أن واي ميلن لاستعراض الإصلاحات الاقتصادية في مصر وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ذلك في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية. ومن جانبهم أكد مسؤول أكبر المؤسسات التمويلية في الولايات المتحدة الأمريكية أن البنك يقدم العديد من الخدمات تشمل خدمات إدارة الأصول وإدارة الثروات.
تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني سير العمل بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بعدد من المدن الجديدة، شملت مدن العبور الجديدة وسوهاج الجديدة وحدائق العاصمة والمنيا الجديدة وقنا الجديدة. وأصدر الشربيني تكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بوضع خطط مكثفة للانتهاء تباعا من تنفيذ وحدات المبادرة، تمهيدا لتخصيص الوحدات وتسليمها للحاجزين. ووجه الوزير بمواصلة الجولات الميدانية بالمشروعات للتغلب على التحديات التي قد تواجه التنفيذ واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز أي تأخير، وأهمية الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية في جميع مراحل التنفيذ لضمان توفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين. بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي جان بيير المشروعات الزراعية المشتركة، وناقش وزير الزراعة تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بمركز الأقصر التنسيقي للابتكار ونشر المعرفة لمحافظة الأقصر وسبل تطويره. ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من إجراءات تجديد الاتفاقية وسرعة الانتهاء من تجهيز المركز حتى يؤدي الدور الذي أنشئ من أجله بكفاءة عالية. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط متجهة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1% في ظل التوتر بالشرق الأوسط، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5% لتصل إلى 74 دولاراً و69 سنتاً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.4% لتصل إلى 70 دولاراً و48 سنتاً للبرميل. هذا وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.1% لتسجل $2.17 للتر، كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.6% مسجلة $2.42 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفعت بورصة الإمارات مع استئناف مزمع لمحادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، مما ساعد في تهدئة السوق. واختتم مؤشر دبي الرئيسي تعاملات مرتفعا بنسبة 0.3% بقيادة مكاسب أسهم قطاعي الصناعة والمرافق. هذا وارتفع مؤشر أبوظبي 0.1% ليوقف سلسلة خسائر استمرت 4 جلسات. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى إلهام وسحر. إليكم، شكرا لك سارة نجيب على هذا العرض.